يا من يرى ما في الزمير ويسمعه. فما هي هذه التوبة التي تفتح لنا باب القرب من الله ونكون بها محبوبين عند الله جل جلاله؟ ما هي هذه التوبة؟ ما هو هذا الأمر الذي يمسح ذنوبنا ومعاصينا؟ قال العلماء رحمهم الله: التوبة في اللغة العربية هي العود والرجوع، العودة والرجوع، تاب أي رجع وعاد. والفرق بينها وبين التقوى في اللغة أن التقوى من الوقاية، تجنب الشيء وتوقيه، والتوبة الرجوع عنه بعد الدخول فيه، دخلت فرجعت، والتقوى لا، لم تدخل فيه، توقيته وتجنبته. ولهذا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن كافرا، فنقول اتقى الكفر. لكن في حق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقول تاب من الكفر. فالتقوى هي التجنب، والتوبة هي العود بعد ارتكاب الذنب. وماذا يعرف العلماء الذنب في غير التعريف اللغوي؟ جاءوا بعدد من التعريفات. كان من التعريفات الجميلة هي احتراق الحشا لما سبق من الجفا. أعيدها: التوبة، قال الإمام الغزالي رحمه الله، هي احتراق الحشا، باطن الإنسان يحترق ندما وحرقة وألما، هي احتراق الحشا من بعد ارتكاب الجفا أو من أثر الجفا. وعرفوها في التعريف العلمي: هو اختيار عدم العود إلى الذنب بعد الوقوع فيه منزلة لا صورة. ما معنى منزلة لا صورة؟ يعني أي ذنب في منزلة الذنب. واحد زنى لكن خلاص تاب ولن يرجع إلى الزنا، لكن هو أيضا ينوي في التوبة ألا يرجع إلى شيء في منزلة الزنا. مثل ماذا؟ قال الغزالي: مثل الكذب والغيبة والنميمة، هذا مثل الزنا. قال: فينوي التوبة عن كل ما هو في منزلة الذنب وليس صورة الذنب فحسب، تعظيما لله وخشية منه، اتقاء لغضبه. فالتوبة هي ترك اختيار العود إلى الذنب منزلة لا صورة. لماذا تترك؟ تعظيما لله سبحانه وتعالى وخشية من غضبه، واتقاء لغضبه سبحانه وتعالى. يا من يرى ما في الزمير ويسمعه.